اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي النهارده هنتكلم على اخر التفاصيل اللي موجوده من خلال السوشيال ميديا والمحتوى اللي موجود بخصوص مباراه الترجي والاهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا اول حاجه معايا في الترند الاهلي البدايه من الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي كاف، واللي بدا بالفعل الاستعدادات لمباريات نصف نهائي دوري الابطال ونشر مقارنات بين لاعبي الفريقين اللي هيواجهوا بعض في نصف النهائي. عملوا مقارنة ما بين محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي وحمدي النجاز الظهير الأيمن للترجي التونسي. محمد هاني وحمدي النجاز لعبوا 7 مباريات. عدد الدقائق محمد هاني 624، النجاز 632، قطع الكرات هاني 10، النجاز 4، استخلاص الكرة هاني قطع أو استخلص الكرة 12 مرة، حمدي النجاز 9 مرات، البلوك هاني مرة، النجاز 1، التدخلات على الكرة هاني متفوق في التدخلات على الكرة 10 مقابل 8 لحمدي النجاز. طيب لسه مع الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي كاف، ومن خلال حسابه الرسمي على تويتر عامل مقارنة ما بين فاروق بن مصطفى، بالمناسبة فاروق بن مصطفى كان حارس سابق في بنزرت التونسي ولعب قبل كده قدام النادي الاهلي، ومحمد الشناوي حارس مصر وحارس النادي الاهلي. من سيتألق في مواجهة الترجي والأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال؟ طيب الشناوي لعب 8 مباريات، فاروق بن مصطفى لعب 6 مباريات. عدد الدقائق الشناوي 720 دقيقة، بن مصطفى 460 دقيقة. دخل مرمى الشناوي 6 أهداف، فاروق بن مصطفى 5 أهداف. إنقاذ الكرة الشناوي 17 كرة إنقاذهم، فاروق بن مصطفى 8 كرات. مسك الكرة الشناوي 6، بن مصطفى كرة واحدة. اللكمات اللي هي الخروج للتصدي للكرة الشناوي 6، فاروق بن مصطفى 2. الكلين شيت المباريات اللي انتهت بدون دخول مرمى اي اهداف، محمد الشناوي من اجمالي 8 مباريات 4 مباريات كلين شيت، ما بين فاروق بن مصطفى 6 مباريات لعبهم كلين شيت في مباراه واحده. فاروق بن مصطفى بيتميز وبيتفوق فقط في ركلات الجزاء الترجيحيه. المباريات الاخيره كان بيلعب معز بن شريفيه، لكن فاروق بن مصطفى بيشارك في ركلات الجزاء الترجيحيه. الحمد لله محمد الشناوي متفوق بشكل رائع جدا، وطبعا فاروق بن مصطفى مش هو الحارس الاساسي حاليا للمنتخب التونسي. طيب نروح كمان للحساب الرسمي للاهرام على تويتر، وكتبوا محمد مجدي قفشه هيسافر مع الاهلي الى تونس استعدادا لمواجهه الترجي. قرر الجهاز الفني اصطحاب قفشه ضمن بعثه الفريق اللي هتسافر يوم 15 يونيو اللي هو الموافق ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم الى تونس استعدادا لمواجهه الترجي يوم السبت. قفشه هيواصل اداء البرنامج العلاجي خلال هذه الفتره، طبعا اصابته بجزع في الكاحل، وانا عايز اقول لكم بنسبه كبيره جدا ان شاء الله قفشه ماشي بشكل رائع جدا في البرنامج التاهيلي، وقريبا باذن الله ان شاء الله باذن الله قبل السفر هيكون موقفه تحدد، وهنعرف الفتره الجايه قفشه مدى جاهزيته للقاء الذهاب. لكن تعالوا نشوف مدى جاهزيه قفشه وازاي بيواصل برنامجه التاهيلي خلال الراحه السلبيه اللي فيها الفريق، لكن هو بيشتغل في اطار تاني عشان يلحق لقاء الذهاب امام الترجي التونسي. نتابع. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم شايفين قفشه بيعمل برنامج تاهيلي يوميا مره ومرتين، وبيواصل التدريبات داخل حمام السباحه، ده في اطار طبعا التاهيل والعلاج في موضوع ازمه او جزع الكاحل عشان تقدر ترجع بسرعه. لازم يكون في تدريبات مائيه سواء بالعجله او حتى بالكره، وان شاء الله قفشه باذن الله يكون جاهز للقاء الذهاب امام الترجي التونسي. طيب نروح بقى للصفحه الرسميه للوطن الرياضي، الوطن سبورت، بيتكلموا عن مروان محسن اول الراحلين عن الاهلي في الصيف وعرضان من انديه الدوري. هم شايفين ان في عروض من الاسماعيلي والجونه لتدعيم الصفوف بضم مروان محسن. مساله الصفقات والتعاقدات لسه فيها كلام كتير، ومش هتكلم في قصه مروان دلوقتي لان برضو لسه عندي لاعب تاني بيتكلموا عليه هو ناصر ماهر. الصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك نشروا بخصوص ناصر ماهر، مصدر بالاهلي ليلا كوره: لم نوافق على رحيل ناصر ماهر ولا نعرف السر وراء الترويج لهذا الامر في ذلك التوقيت قبل مباراة مهمة أمام الترجي التونسي. طيب مروان محسن، ناصر ماهر، أليو ديانج، علي معلول، والله كل اللي بيتكتب في المواقع وفي الصحف بنسبة 105% غير صحيح، مش 100% 105%. ناصر ماهر ما رماش الفوطة وبيفكر في عروض. ناصر ماهر عنده تحدي في المباريات القادمة لإثبات الوجود والظهور بشكل قوي في التشكيلة الأساسية مع بيتسو موسيماني. مروان محسن محدش يعرف الفترة الجاية اللعيب اللي انت ممكن شايله من حساباتك ممكن يكون عامل حسم ليك في لقاء الترجي او في فاينل افريقيا، فالصفقات والتعاقدات مقفولة
لغايه ما نخلص المشوار الافريقي على خير باذن الله ونحقق العشاء. برساله للجمهور، كل اللي بيتكتب وكل اللي بيتقال واللي بيطلع بيقول لك ننفرد وعندنا النهارده انفرادات، والله كل الكلام ده غير صحيح. وارجعوا وشوفوا اللي اتقال قبل كده والنهارده بيحصل ايه، هتلاقوا كل اللي بيتقال ده كان غير صحيح. ولسه المشوار طويل، لسه باقي شهرين ثلاثه افريقيا ومحليا، وان شاء الله باذن الله كل الصفوف مكتمله وكل اللعيبه النادي الاهلي بيحتاجها خلال الفتره اللي جايه.